السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر إنترنت الأشياء 1-2. سنتعرف بإذن الله في درسنا اليوم على مقدمة إلى الكاب كربون الجزء الثاني. أهداف الوحدة: التعرف على تقنية إنترنت الأشياء المستخدمة في الأغراض الصناعية، التعرف على استخدام الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم في المصانع المتصلة بإنترنت الأشياء، إنشاء وتمثيل شبكات إنترنت الأشياء باستخدام الكاب كربون، أيضاً التعرف على محاكاة شبكة إنترنت الأشياء باستخدام الكاب كربون، إنشاء مقاطع برمجية بلغة البايثون لبرمجة عقد الشبكة، إنشاء نموذج أولي لمراقبة الحرائق والإنذار بإنترنت الأشياء، أيضاً إنشاء نموذج أولي للصناعة الذكية والأتمتة بإنترنت الأشياء. الأدوات التي سنستخدمها اليوم بإذن الله الكاب كربون. في درسنا اليوم سوف نتعرف على إنشاء وتمثيل شبكات إنترنت الأشياء باستخدام الكاب كربون، أيضاً التعرف على محاكاة شبكة إنترنت الأشياء باستخدام الكاب كربون. سؤال: ما هو محاكي الكاب كربون؟ تعلمنا في الدرس السابق الصناعة الذكية والتصنيع القائم على البيانات، أيضاً على تقارب تقنية التشغيل وتقنية المعلومات، وتقنية أفضل وتكلفة أقل وتعزيز الكفاءة والسلامة. أيضاً تعرفنا على هيكلية المصنع المتصل، وبروتوكول التحكم في الإرسال، وبروتوكول مودبس، وتحديات المصنع المتصل والحوسبة الطرفية في المصنع المتصل، أيضاً صناعة النفط والغاز. الصناعة الذكية أصبحت لتقنيات إنترنت الأشياء تأثير كبير على مجالات الحياة وخصوصاً المجالات الصناعية، الهدف منها تقليل التكلفة وتحسين الكفاءة، حيث أدى تطور النماذج إلى زيادة المنافسة وتحويل التركيز إلى ابتكار وتحسين نماذج الأعمال، حيث قامت الشركات على مدى عقود طويلة بمحاولات لخفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها من خلال خفض تكلفة عمليات التصنيع وسلاسل التوريد، ولكنها أدركت أن المحاولات المستمرة لخفض التكلفة يؤثر بشكل سلبي على خدمة العملاء وجودة الإنتاج، وهناك تقنيات أدت إلى إحداث تغييرات ذات أثر كبير في عمليات التصنيع، مثلاً التصنيع القائم على البيانات، حيث تعمل بيانات ضخمة على تغيير عالم الصناعة، وبدأت الشركات بالدمج بين الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم مع تطبيقات تقنية المعلومات وأدوات التحليلات لتوفير إمكانيات تحكم وتحليلات تشغيلية مفيدة للأعمال. أيضاً تعرفنا في الدرس السابق على بروتوكول التحكم في الإرسال وبروتوكول مودبس، حيث يستخدم في القطاع الصناعي بشكل شائع لإدارة الأجهزة الرئيسة والفرعية، حيث تم تحويل مودبس إلى بروتوكولات الاتصالات المستخدمة على نطاق واسع مثل TCP/IP والإيثرنت، وعلى غرار تقنيات التحكم الأخرى في الأتمتة يستخدم مودبس كبروتوكول معياري مفتوح أيضاً موثق ومثبت في جميع أنحاء العالم، حيث تعد آلية بروتوكول مودبس في إدارة الأجهزة الرئيسية والأجهزة التابعة لها مثل المستشعرات. الحوسبة الطرفية في المصنع المتصل يمكن للآلات الموجودة في المصنع إنتاج كميات هائلة من البيانات، وبالتالي تبرز مشكلة تخزين تلك البيانات. سؤال: كيف عالجت العديد من المصانع هذه المشكلة؟ عالجتها من خلال نشر الحواسيب لتخزين هذه البيانات. أدى جمع البيانات من أجهزة الحاسب الموجودة في المصنع إلى ظهور مشكلات عديدة تتعلق بالصيانة والأمان. أيضاً تعرفنا على صناعة النفط والغاز. ما هي أهم الموارد التي يستخدمها المجتمع الحديث؟ تعرفنا أن النفط والغاز هي أهم الموارد التي يستخدمها المجتمع الحديث، بدءا من البنية التحتية للمواصلات إلى تصنيع المواد البلاستيكية، حيث يعتمد كل عنصر من عناصر الحياة تقريبا على توفر السلع التي تعتمد على صناعة النفط والغاز، وتهتم شركات النفط والغاز بشكل أساسي بخفض التكاليف وزيادة الكفاءة وأيضا زيادة عوائد الاستثمارات. على غرار القطاعات الأخرى، تستخدم شركات النفط والغاز إنترنت الأشياء العديد من الأغراض مثل مراقبة حالة أو سلوك المعدات الصناعية،
أيضا تحقيق أقصى قدر من الكفاءة العمليات والموارد، أيضا تحسين عملية اتخاذ قرارات الأعمال التجارية. في درسنا اليوم سوف نتعلم على برنامج الكاب كربون، تشغيل وتنزيل الكاب كربون، وأيضا إنشاء مشروع جديد، وأيضا إضافة عقدة وإنشاء مقطع برمجي للعقدة. إذن في درسنا اليوم سوف نتعرف على برنامج الكاب كربون، أيضا سنقوم بإنشاء عقدة في البرنامج وإنشاء مقطع برمجي ومحاكاة المقطع البرمجي. إذن ما هو الكاب كربون؟ برنامج الكاب كربون هو مدينة ذكية افتراضية وبيئة محاكاة لشبكة مستشعرات لاسلكية بإنترنت الأشياء. إذن الكاب كربون هو مدينة ذكية افتراضية وبيئة محاكاة لشبكة مستشعرات لاسلكية بإنترنت الأشياء. يمكن استخدامه لتصميم وإنشاء وتمثيل شبكات إنترنت الأشياء المكونة من عقد وأجهزة وأحداث وأمور أخرى. يوفر هذا المحاكي عدد كبير من الأدوات لتكوين الشبكات التي يتم إنشاؤها واختبارها وتحسينها، كما تم تضمين البروتوكولات الشائعة التي تم عرضها سابقاً مثل الزيجبي والواي فاي واللورا، بالإضافة إلى استخدام خريطة الشارع المفتوح الأوبن ستريت ماب كواجهة للتمكن من إجراء عمليات المحاكاة من أي مكان. بعد إنشائك للشبكة المطلوبة بنجاح، يمكنك استخدام برنامج الكاب كربون لبرمجة تحكم الأردوينو. أيضا يمكن تجربتها على أجهزة حقيقية. تتواصل هذه العقد مع بعضها باستخدام البرمجة النصية. يستخدم المحاكي لغة البرمجة الخاصة المعروفة باسم سينسكريبت، أيضا يدعم لغة البايثون. سنقوم في هذا الدرس ببرمجة العقد باستخدام لغة البايثون. إذن هذا هو برنامج الكاب كربون، يحاكي مدينة ذكية ويوجد العديد من المستشعرات التي تتصل مع بعضها البعض. في البداية سنقوم بتنزيل وتشغيل الكاب كربون. سنقوم بفتح المتصفح ونقوم بتنزيل الملف من الرابط أو تصوير الباركود. بعد ذلك سنقوم بتنزيله في التنزيلات أو الداونلودز. بعد ذلك سنقوم باستخراج الملف المضغوط. بعد ذلك سنقوم بفتح برنامج الكاب كربون. عند فتح البرنامج سنلاحظ نافذتين، أولاً النافذة الرئيسية تحتوي على الخريطة ووحدات التحكم، تحتوي هنا على شريط القوائم، أيضاً شريط الأدوات، وهنا قائمة المتغيرات، وهنا الخريطة وشريط الحالة. النافذة الأخرى تحتوي وحدة التحكم لطباعة الرسائل بواسطة المحاكاة، أيضا هنا لإخراج رسائل الخطأ لمساعدة المستخدم على تصحيح الخطأ في البرامج النصية. إذن لفتح برنامج الكاب كربون نقوم باستخراج الملف المضغوط، استخراج. بعد ذلك سنقوم بفتح البرنامج الكاب كربون. لتظهر نافذتين رئيسيتين، النافذة الخريطة والنافذة الأخرى وحدة التحكم. بدء الاستخدام، سننشئ في هذا الدرس برنامج أو محاكاة بسيطة لعقدة إنترنت الأشياء تطبع رسائل من أجل أن تعتاد عزيزي الطالب على استخدام بيئة الكاب كربون في الدروس القادمة. إذن في البداية سننشئ مشروع جديد New Project من شريط الأدوات. بعد ذلك نقوم باختيار الموقع، مثلا هنا سطح المكتب، ونقوم بتسمية الملف My First Cap Carbon Simulation. بعد ذلك الضغط على Save
إذن للبدء الاستخدام New Project، بعد ذلك نقوم بتسمية الملف، اختيار المكان المناسب، بعد ذلك نقوم بتسمية الملف، بعد ذلك حفظ. بعد ذلك يمكنك في شريط الأدوات العثور على الكائنات المختلفة التي ستستخدمها في مشاريعك، وستنتج إما إشارات تتواصل مع بعضها أو سنقوم بتنفيذ إجراءات معينة. من هذه الكائنات الكائن IoT نود أو عقدة إنترنت الأشياء، والذي يمكن وضعه على الخريطة ويمكن إعطائه مقطعاً برمجياً ليتم تشغيله. إذن ما هي العقد؟ هي اللبنات الأساسية لتكوين الكاب كربون. يعرض في العقدة المعرف الخاص بها مع دائرتين حولها. إذن يعرض المعرف الخاص بها مع دائرتين حولها. دائرة داخلية تشير إلى نصف قطر المستشعر المستخدم للكشف عن المستشعرات. دائرة داخلية. أيضاً الدائرة الخارجية تكشف عن الأجهزة اللاسلكية مثل العقد الأخرى. سنقوم الآن بإضافة عقدة من شريط الأدوات. إضافة عقدة، نقوم بالضغط على IoT من شريط الأدوات ونقوم باختيار المكان المناسب وإضافة العقدة. بعد ذلك من شريط الحالة نضغط على زر All. إذن لإضافة عقدة من شريط الأدوات نقوم باختيار IoT، نقوم بإضافة عقدة، بعد ذلك الضغط على زر All. بعد ذلك سنقوم بإنشاء المقطع البرمجي. في المقطع البرمجي يطبع رسالتين ذاتيتين بالتناوب على العقدة. المقطع البرمجي كما هو، أولا Import Time، سنقوم باستدعائه مكتبة التايم، بعد ذلك نقوم بتكرار البرنامج عن طريق وايل، بعد ذلك نود برينت هلو يقوم بطباعة هلو، بعد ذلك الانتظار من خلال دالة تايم دوت سليب 1 سكند، بعد ذلك نود برينت وورد يقوم بطباعة وورد، بعد ذلك الانتظار لمدة ثانية واحدة. إذن كما ذكرنا التايم يجب تضمين مكتبة التايم في البايثون. بعد ذلك سليب يتم استخدام هذه الدالة لتأخير عملية الطباعة. بعد ذلك وايل نود لوب يجب تضمين التعليمات البرمجية داخل هذا التكرار. يمكن للعقدة الطباعة الذاتية باستخدام نود برينت، ويمكنها السكون أي لا تفعل شيئا باستخدام التايم سليب، على سبيل المثال نود برينت هلو وورد. الآن تأخذ دالة سليب كمعامل عدد موجب يشير لعدد الثواني التي تريدها للعقدة ليتم التأخير الزمني، على سبيل المثال مع التايم سليب سيتم تنفيذ سكون العقدة لمدة 3 ثواني. ستطبع العقدة في برنامجك كلمة هلو ثم ستنتظر مدة ثانية واحدة، وتطبع كلمة وورد ثم تنتظر مدة أخرى لمدة ثانية واحدة، وتنتظر مرة أخرى ثم تبدأ مرة أخرى مع البداية بلا توقف ما لم يتم إنهاء المحاكاة. إذن لإنشاء المقطع البرمجي في بايثون من شريط الأدوات نقوم باختيار المقطع البايثون، بعد ذلك نقوم بكتابة المقطع البرمجي ونقوم بكتابة اسم للمقطع البرمجي، بعد ذلك الضغط على سيف، بعد ذلك نقوم بإغلاق البايثون. إذن لإنشاء المقطع البرمجي نقوم بالضغط على بايثون، نقوم بكتابة المقطع البرمجي، أولا استدعاء مكتبة التايم import time، بعد ذلك داخل التكرار نقوم بكتابة الأوامر البرمجية.
تقوم بطباعتها له. بعد ذلك الانتظار لمدة ثانية عن طريق تايم سليب 1 second. بعد ذلك طباعة وورد والانتظار مرة أخرى لمدة ثانية واحدة. بعد ذلك كتابة الاسم هلو. بعد ذلك سيف. لإدراج المقطع البرمجي وتشغيل المحاكاة نقوم بالضغط على العقدة، بعد ذلك Device Parameter، بعد ذلك نقوم عند Script File نقوم باختيار الملف الذي قمنا بإنشائه Hello Python، بعد ذلك نقوم بالضغط على تشغيل المقطع وSave وحفظ المقطع، بعد ذلك نقوم بالضغط على زر المحاكاة يتم تنفيذ المقطع. بإمكانك تنفيذ المحاكاة إيقاف عفوا المحاكاة عن طريق الضغط على هذا الزر. إذن كما هو متوقع العقدة ستتناوب على طباعة الوورد والهلو لمدة ثانية واحدة لكل منهما. إذن لتنفيذ المقطع نقوم بالضغط على العقدة من الديفايس بارامتر سكريبت فايل، نقوم باختيار البرنامج الذي قمنا بإنشائه هلو، بعد ذلك تنفيذ البرنامج وحفظه، بعد ذلك تشغيل المحاكاة لتظهر بالتناوب كلمتي هلو والانتظار وورد لمدة ثانية واحدة. نشاط: حدد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خاطئة. 1. يمكن في برنامج الكاب كربون محاكاة بروتوكول زيجبي الخاص بالأشياء الذكية. ممتاز، الإجابة صحيحة. 2. يمكن برمجة عقد الكاب كربون بواسطة لغة البايثون فقط. الإجابة خاطئة، يمكن استخدام لغة السنس سكريبت. 3. يمكن في برنامج الكاب كربون إنتاج مخططات لوحدات التحكم الدقيقة مثل الأردوينو. ممتاز، الإجابة صحيحة. إذن تعلمنا في درسنا اليوم برنامج الكاب كربون. في درسنا اليوم تعرفنا على برنامج الكاب كربون وهو محاكاة لمدينة ذكية. قمنا بإنشاء عقدة، بعد ذلك قمنا بإنشاء مقطع برمجي لهذه العقدة يقوم بتشغيل كلمة هلو وورد بالتناوب والانتظار لمدة ثانية واحدة. تقويم ختامي: أنشئ عقدة في برنامج الكاب كربون واكتب برمجتها بحيث يكون هناك تكرار يجعل العقدة تطبع الرسالة A لمدة ثانية واحدة وB لمدة ثانيتين وC لمدة 3 ثواني. قم ببرمجة العقدة وتشغيل المحاكاة. شكرا لكم على حسن المتابعة.